يجي اماكن بارده يشتري بجامه ثيرمال، ماركه اسمها ثيرمال، مشهوره ومعروفه انها تمتص حراره الجسم. يعني انا ما البس بجامه، يعني فوق 20 سنه ما لبست بجامه. جيت هنا شريتها من باكو، موجوده في السعوديه في ماركس اند سبنسر. والله هي تدفي بشكل يعني فانيلا وبنطلون، واخذت شراب بعد. تصلح الاماكن البارده، الاماكن الثلجيه، يعني تدفي فعلا الجسم. بحط لكم شعارها الحين، بتدورها اذا انت تروح اماكن بارده. طبعا الهاينك هذه كويسه، تلبس على الرقبه تلبس على الرقبه، وبرضه تصلح كمامه اذا جيت اماكن مغلقه، حطها كمامه وتدفي. والله اللي بيجي اماكن ثلجيه اهم شيء البيجامه ضروري.